سمعنا على الهاتف المدرب العام لنادي الاسماعيلي الكابتن محمد محسن ابو جريشه. مساء الخير يا كابتن. نور تحياتي لك كابتن، ربنا يخليك. تحياتي وتحيات كابتن فوزي سكوتي وكابتن شريف عبد الفضيل. طبعا تحيات طبعا كابتن فوزي وكابتن شريف. طبعا كابتن محمد مبروك الماتش اللي فات يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن، ربنا يخليك. الحمد لله. كابتن محمد، اللقاء مهم جدا، لقاء بست نقاط، صراع على المركز الثاني، ولكن نادي الاسماعيلي الصراحه كان اكثر تنظيما من الناحيه الدفاعيه واستغلته المرتدات، وصراحه اداء مميز لابناء الدرويش. طبعا الحمد لله، والله هو مكسب مهم جدا. انت قلت يا كابتن، هو الفكره كلها ان انت في دلوقتي انديه يعني كتير كانت بتنافسك على المركز الثاني، سواء نادي الزمالك، سواء كان نادي المصري، سواء كان نادي سموحه. الحمد لله احنا المواجهات المباشره ان احنا كل الفرق دي المفروض ان احنا هنلاعبها. انا شايف المواجهات المباشره كانت هتفصل كتير في يعني هتدي افضليه لفرقه معينه. الحمد لله احنا سموحه بدانا بيها، الحمد لله كسبناها، ففرق معانا جدا ان احنا بعدنا عن سموحه شويه. مباراة الزمالك برضه نفس الكلام، لسه قدامنا كذا مباراة. طبعا انا شايف الزمالك لسه ما تحسمش برضه، لسه 5 ماتشات لينا، الفرق بيننا وبين الزمالك حوالي 5 نقط. مهم جدا ان احنا نشتغل، وده اللي حصل الحمد لله. احنا اشتغلنا من النهارده، احنا نستعد ان شاء الله لماتش الجيش، لان ماتش الجيش هيبقى اصعب بكتير من ماتش الزمالك. طيب كابتن محمد محسن، عايز اسالك ايه اهم العوامل اللي ادت ان انتوا تكسبوا نادي الزمالك؟ لا بص، هي طبعا مباراة كرة قدم، مباراة كرة القدم انت معرض فيها ان انت لا قدر الله تخسر، ومعرض فيها ان انت تكسب. احنا اشتغلنا كويس قوي على فريق الزمالك، مستر بيدرو اشتغل كويس جدا على فريق الزمالك، اشتغل مع الفرقة على نقط القوة اللي في فريق الزمالك، سواء كان في الحتة الهجومية عندهم لعيبة مهارية، عندهم يحب يعملوا استحواذ كويس جدا، بيقدروا يوصلوا بأسهل طريق للمرمى، عندهم كثافة عرضية كويسة جدا جوه ال 18. واشتغل برضو على المشاكل اللي عندهم، سواء كانت في النواحي الدفاعيه المساحات اللي بتبقى موجوده شويه، واشتغل بسيستم معين. الحمد لله ربنا وفقنا في ان احنا قدرنا الحمد لله نشتغل، يعني نقدر نكسب الماتش ده. طب هل الفاول الهدف الاولاني دي جمله انتوا بتعملوها كتير في التمرين؟ اكيد يعني مستر بيدرو بيشتغل على طول على كورس ثابته، وفي كذا كورنر كده شغالين عليه وكذا فاول. الحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده. يعني ممكن انا اتكلمت مع اللعيبه حتى من قبل الماتش ان احنا للاسف بنتمرن على الفاولات، ما بنجيبش منهم بقالنا كذا ماتش. الحمد لله الحمد لله الماتش ده نفذت. يعني نفس الشيء عايز اسالك، غياب كالدرون، الكل كان بيتوقع ان الاسماعيلي من غير كالدرون هيبقى الامر بالنسبه له صعب جدا امام نادي الزمالك، ازاي قدرتوا تتغلبوا على غياب كالدرون؟ بص، كالدرون لعيب مهم جدا بالنسبه للنادي، لعيب اخذ على سيستم الفرقه بقاله 1.5 سنة مع التيم، لعيب عنده امكانيات كويسه جدا، هداف الفريق. لكن انت طبيعي ان انت تفقد لعيبه طول ما انت ماشي في الدوري، لعيب لا قدر الله يتصاب او لعيب يتوقف منك. لكن الحمد لله يعني انا شايف ان اللعيبه اللي لعبت مكالديرون، سواء كان شكري ادى بشكل كويس جدا، بامبو لما بيشتغل في الحته دي بيشتغلها برضه بشكل كويس جدا، واحنا برضه حتى اشتغلنا من غير اتحادنا شكري في اخر الماتش، لان شكري عمل مجهود كويس جدا الشوط الاولاني الفتره اللي هو لعب فيها، فسحبنا شكري واشتغلنا من غير فيلم خالص. لكن كالديرون اكيد لعيب مهم، والحمد لله اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله شايف ان هي تقدر تقضي كويس يعني مكان. طب انا عايز اسالك على كريم بامبو، كريم بامبو بقى تبديله ما شاء الله قويه جدا، وتبديله تهديف، يعني كل ما بينزل متالق وبيجيب اهداف. بص، بامبو لعيبه من اللعيبه المهمه جدا، لعيب عارف انت مهم جدا يبقى عندك لعيب بيحب يروح للجون، لان في لعيبه كتير بتشتغل في الملعب ممكن تخاف تروح للجون. بامبو عنده الميزه ان هو بيحب يروح للجون، ودي لما تلاقيها في حد لازم يعني تشتغل عليه كويس جدا. يعني انا بامبو على طول حتى بتكلم معاه، وده كلامنا معاه على طول، ان انا عايزك على طول تشتغل عشان محدش ياخد عنك انطباع ان انت ما بتجيش. لا، انت لما بتبدا في ماتشات كتير لازم تبدا فيها ولازم تهدف فيها، لكن بامبو للاسف الماتشات اللي بيقعد فيها احتياطي يبدا على طول يكسب الفرقه. احنا ان شاء الله ربنا يسهل كده، حاله حسني عبد ربه كابتن، والصراحه كذا اسيست، ويعني سواء في الهدف الاولاني سواء في الهدف الثاني، حسني لما بيفوق الدنيا الاسماعيليه بتفوق. بص، اكيد حسني لعيب خبره كويس جدا، لعيب مهم موجود في الملعب، بالنسبه للنواحي التنظيميه كمان في الملعب ان هو ممكن يواجه اللعيبه، ودي حاجات مهمه جدا في الملعب. حسني كمان اللي انا شايف ان اللي فرق في حسني قوي في الماتش ده، ان حسني فنيا كان كويس جدا، وحالته البدنيه كمان كانت كويسه جدا، دي فرق كتير مع حسني بشكله في الملعب. وانا شايف ان حسني تواجده في الملعب مهم جدا بالنسبه للنادي الفتره اللي فاتت. يا محمد، معاك شريف. يا محمد مبروك على المباراه الجميله اللي انتوا اديتوها دي. مش عايزين ننسى الدور المهم والتغييرات الرائعه الشوط الثاني،
انا طبعا انت عارف انا قد ايه قريب من الفريق، انا مش بعيد لكن انا مش بعيد عنكم، انت عارف محمد وعارف معظم اللعيبه اللي موجوده دي وشاركت معاهم. انا شايف ان انتوا ادارتوا المباراه بشكل جيد جدا، وتحسب لمستر بيدرو وليك انت يا محمد طبعا، ومعاك كابتن عمرو فهيم واحمد الجمل. بصراحه اديتوا يعني مباريات جميله الفتره اللي فاتت، بالذات طبعا محمد بعد ان طبعا المدرب اللي فات يعني مشي في وقت صعب قوي، وانت مسكت المهمه في وقت صعب وقدرت مباراه رائعه، مسكت المباراه في ماتش واحد يا محمد. يمكن انت شفت المباراه اللي دارها كابتن محمد محسن لوحده، بصراحه كانت قياده فنيه رائعه الفتره اللي فاتت. مش عايزين ننسى الدور بتاعكم اللي انتوا يعني، يمكن الشوط الثاني يا محمد تم التغييرات، انا عارف ان انت دايما قريب قوي من كريم وبتقدر ان انت يعني تدي له الدور بتاعه بشكل كويس، وده اللي قام بيه كريم في المباراه. وانا بعتقد ان وجود شكري هو افضل بديل لديجو كالدرون كان في المباراه يا محمد. طبعا شكرا طبعا يا شريف، ربنا يخليك على الكلام الجميل ده، بس الحمد لله احنا الحمد لله ده موجود يعني المجموعه كلها، المجموعه الحمد لله اللي موجوده كلها متفاهمه، والراجل بيجتهد وبيشتغل واحنا بنحاول نساعده على قد ما نقدر. اللعيبه اللي انت اتكلمت عليها كلها سواء من شكري او بامبو، دي لعيبه مهمه ولعيبه شغلها باين الحمد لله في الملعب. نتمنى بس ان شاء الله التوفيق الفتره الجايه، لان زي ما قلت لك بشوف ان احنا الفتره اللي جايه دي صعبه جدا، خلاص ماتشات اللي جايين بالنسبه للنادي يعني مؤثرين جدا، النادي محتاج جدا. انت عارف النادي الاسماعيلي يعني تيجي تتكلم على اهلي الكوره في مصر، اهلي زمالك لازم موجود معاهم، الاسماعيلي للاسف احنا الفتره اللي فاتت بعدنا شويه، النادي الاسماعيلي بعد للاسف كم سنه اللي فاتوا عن المراكز اللي هي الطبيعيه اللي هو يبقى موجود فيها، سواء كان بينافس على دوري او المركز اللي هو موجود في بطوله افريقيا، مهم جدا ان ده كان التارجت بتاعنا السنه دي، احنا نرجع بطوله افريقيا تاني، ربنا يكرمنا ان شاء الله ونوصل للهدف بتاعنا السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله محمد موفقين باذن الله. كابتن محمد اتفضل يا كابتن. يعني ببارك لك على الماتش ده، وعلى فكره الواحد كان قلقان لانه انتوا بتلعبوا في الاسماعيليه كنتوا يعني ما بتكسبوش ماتشات كتير، يعني الماتش ده بصراحه يعني كان مفاجاه ونتيجه كبيره على نادي الزمالك يعني، فبهنيك فعلا يعني. بس انا عايز ليه ما اللعيبه عندكم لما بتلعب على ملعبها بيبقى فيه شويه يعني تنشنه شويه، متنشنين قوي، خايفين، ضغط عصبي جامد عليهم، لازم يتعودوا بقى، عرفوا ده بيلعب على ملعبه في وسط جمهوره يعني. بص يا كابتن، احنا الفتره اللي فاتت للاسف كانت الفرقه ممكن مضغوطه شويه بسبب ان هي بتبقى على طول مضغوطه ان انت تكسب، دي كانت حاجه ما اتحطتش الفرقه عليها السنه اللي فاتت للاسف يعني، دي كان يعني دايما كل حاجه جديده على الفرقه، لكن انا شايف ان الفرقه دلوقتي ابتدت بعد الدور الاولاني بالذات وبعد كام دروب اللي حصل ان الفرقه ابتدت تتعود شويه على الضغط شويه. انا شايف برضو ان تواجد الجماهير في الفتره اللي فاتت دي كلها كان ما كانش فيه جماهير، يعني كان ممكن الفرقه بتنزل برضو تعرف طول ما كانش فيه جماهير بيبقى فيه يعني جماهير قليله خالص، ممكن حوالي 20 واحد في البيت او 30 واحد في البيت، ما بيبقاش فيه دافع كويس. انا شايف ان جماهير النادي الفتره اللي فاتت بيبقى موجود حوالي 300 او 400 واحد، مع ان هو عدد قليل، لكن انا شايف ان العدد ده بيدي دفعه كويسه. الجمهور الفتره اللي فاتت دي كان عامل دافع كويس جدا للعيبه طول الماتش، الجماهير كانت بتشجع، ودي انا شايف ان هي ميزه كويسه فرقت مع اللعيبه الفتره اللي فاتت، حتى اللعيب لما بيلاقي على طول ان هو بيبقى بيبقى نازل قلقان شويه، لكن انت لما بتبقى في جماهير بتعمل حساب اكتر وتلاقي مركز اكتر وتلاقي عايز تدي اكتر، فانا شايف ان الجماهير برضه ادت دافع كويس جدا للعيبه الفتره اللي فاتت. كابتن محمد، هل لقاء النادي الاسماعيلي امام النادي المصري، لسه في لقاء متبقي بين الاسماعيلي والمصري، هل ده هيبقى اللي هيحسم صراع المركز الثاني؟ بص هو اكيد يعني هو ماتش مهم، انا كلمت قلت لك ان احنا مهم جدا الفرق اللي بتنافسك على المركز ده ان انت ربنا يكرمك تعرف تكسبهم او تاخد 3 بوينت منهم انك تبعد عنهم، لكن احنا عندنا ماتش الجيش لسه الاول وبعد كده ماتش ال يعني انتوا واخدين كل ماتش بماتش وكل ماتش بقى يعني عندنا الجيش الاول ان شاء الله يوم السبت، وبعد كده عندنا الرجاء بعد كده بعد ماتش الكاف، احنا متركزين جدا كل ماتش بماتش، لكن ماتش المصري للاسف هو بيتهيألي في الاخر خالص يعني، هو لغايه دلوقتي ما حددش الجدول، ما نزلش ان هو يتابع. كابتن محمد برضه عايز اسالك ملامح مستر بيدرو، طبعا واحد من المدربين الصراحه اللي جيدين وده بان في لقاء نادي الزمالك، هل حسيت ان ابتدت ملامح مستر بيدرو تبان مع فريق الاسماعيلي؟ بص اكيد يعني انت مستر بيدرو لما جه النادي الاسماعيلي كان جه في فتره يعني كانت المنافسات كلها والدوري شغال، فطبيعي ان هو في الاول يبقى يبتدي ياخد على الفرقه والفرقه تاخد على السيستم بتاعه ونظام الشغل بتاعه، وهو يبتدي يعرف يحفظ اللعيبه مهما احنا قلنا له اللعيب ده عنده كذا عنده كذا، انت عارف اي مدرب بيحب ان هو يشوف بعينيه ويحب ان هو برضه يوصل يعني بعينيه، يعني اذا كان اللعيب ده كذا وعنده مشاكل في كذا وعنده كذا في كذا،
فانا شايف ان مستر بيدرو الفتره اللي فاتت دي استفاد منها جدا. اول ماتشين كان ممكن فيهم عدم توفيق شويه، لكن الحمد لله الفتره اللي فاتت قبل التوقف احنا كسبين 3 ماتشات ورا بعض الحمد لله قبل التوقف. فتره التوقف دي فرقت جدا مع مستر بيدرو سواء كانت في الماتشات الوديه سواء كانت في التدريبات. يعني انت بتاكد ان الاسماعيلي من اكبر المستفيدين من فتره التوقف؟ اكيد طبعا، يعني استفدنا منها جدا بسبب ان هي يعني ادت فرصه للكوتش شويه بالاضافه للفتره اللي فاتت. نعم. فرصه للكوتش شويه ان هو يعرف اللعيبه. كابتن نادي الاسماعيلي المدرب العام كابتن محمد محسن ابو جريشه، اشكرك شكرا جزيلا.